يجبرونكم بس بشكل غير مباشر؟ يعني اعتقد انا بيوم من الايام بيجبرون الرجال انه ما يدخل على زوجته الا بامر بعد. ايه احنا ما نبي نطعم ترى مو غصب، يعني انه بيمسكونا من يدنا اللي تعورنا. لازم كلنا ننقذ، يمكن تتحولوا انتم زومبي، من ينقذ العالم؟ ناس ذبحه على المطاعم وعلى شو اسمه قلعتهم خيط طعمون رشكم مسدس ونقعد هنا نحل الديره. اخر يوم لكم؟ اي اخر يوم، يعني كان ختامي وداعيه. ودي اشتري شوبينج كله بس التوتر. اي بسبه التوتر، والصالون مو ملحقه عليه ولا شيء. يا لحق على السوق، يا تلحقين على السوق، شكلك مو مطعمه. اي بالضبط مو مطعمه. يعني اليوم عندكم مثل تجهيزات العيد عليك نور، يعني العيد اليوم بنسبق قبله احنا. وانصدمت اليوم من الزحمه الخياليه؟ حيل والله صدمه، كل هذيل مو مطعمين ولا شنو؟ زحمه بالمولات والمطاعم. ليش لانه مو مطعمين فبيلحقوا. شكلنا بنطعم بسرعه بعد عشان السوق. ايوه والصالون ووايد اشياء. وايد اشياء شفتوا، عرفتوا قيمه التطعيمه تقريبا. يعني انا اقول لك شيء لصالحك وانت تقولين لا ما يصير، هذا التطعيم زين لك ولي وله والناس كلها. لا مو ضروري صراحة، قانون غلط والقرار أساسا غلط. يعني المفروض أن كل واحد، هذه حرية شخصية وهذه حرية الشعب، اللي يبي يطعم ترى ندل المكان ونعرف إحنا نروح ونعرف نطق تلفون 151 مال وزارة الصحة، صح ولا لا؟ اللي يبي يطعم يطعم يدل المكان، مو ضروري ترى. لا ما نطعم. ليش؟ عرفت إيه؟ التطعيم مو زين. ليش طيب؟ ما يدرون. شوفوا منين سامع ولا منين سامعه، كلام مو صحيح. يعني هو قرار صراحه حسيت ظلم على الفئه المطعمين، واللي خايفين من الابر، اللي عندهم فوبيا فيخافون انه يطعمون، فانا من الناس اللي فيني فوبيا اخاف من الابره. انصدمتوا من القرار؟ تحسين انه قرار منصف ولا غير منصف؟ غير منصف كلش القرار. ايه يعني مو له داعي. والله جيد، يعني جيد، انا مو مطعم بس اقول انه موافق عليه حماية للثانيين. ما له داعي يسكرون السوق، يسكرون يعني أماكن معينة. زين الجمعية مبطلة، زين في أماكن ثانية مبطلة. فيعني ليش مركزين على السوق الصالونات؟ بالمجمعات تجمع وبالوزارات هم تجمع. زين أنا مسؤولة شو أسوي؟ أحرم الموظفات؟ ترى موظفاتي كلهم مطعمين إلا أنا مسؤولتهم مو مطعمة. يعني شو أسوي الحين أنا؟ أنا أكون مو موجودة وموظفاتي موجودين؟ هذا مو إجباري. اللي اتخذ القرار هذا ما شاف دول العالم، ما شاف كاس أوروبا، الناس فوق بعض، الوضع عادي. ودائما احنا نقول اي شيء جديد، اي شيء بالدنيا الناس تخاف منه بالبداية بدون شك، ولازم واحد يتأنى في البداية بدون شك. وبعدين الدولة يعني ما راح تجيب لك شيء تضر دولة كاملة. يعني معقولة؟